وضعه مش مطمني. خلينا نعمل له ايكو كارديوغرافي لاني شاكك انه يكون عنده مشكله بالبي دي اي. اوكي دكتور. وعيت الام؟ لا بعدها تحت تاثير الادويه اللي اعطيناها اياها لحتى تنام. قلتي لي بي الولد توفى امبارح؟ نعم دكتور، حادث سير، كانوا بده يتجوزوا هالاسبوع حسب ما فهمت. اه يعني هي مش مجوزه؟ مبلا مجوزه مدني وكان بده يتجوز كنسي. طيب بس توعى بلغوني دغري. اوكي دكتور.